السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في محاضرة النهاردة من الكورس بتاعنا اللي هو الموديلنج سيستم والجروس، هنتكلم عن موضوع مهم جدا، والموضوع ده هو عبارة عن اللي هو البوبيوليشن جروس. يعني موضوع محاضرة النهاردة إن شاء الله عن البوبيوليشن جروس. لما بنيجي نتكلم على البوبيوليشن بنتكلم على المجتمع اللي احنا بندرسه، سواء كان المجتمع ده في بندرس فيه العنصر الإنساني اللي هو العنصر الأساسي الموجود في المجتمع اللي هو الهيومن، أو بندرس فيه جروس لأي عنصر تاني زي الحيوانات الموجودة في المجتمع. ولكن احنا هنا عندنا في المحاضرة بتاعت النهاردة دايما الأمثلة بتاعتنا هتكون مرتبطة بالهيومن ايه الإنسان. فلما نيجي نشوف التعريف يعني ايه بوبيوليشن جروس، الجروس يعني النمو، النمو السكاني، تمام؟ فلما نيجي نحط له تعريف هنقول ان البوبيوليشن جروس از انكريز، لان بتكلم عن جروس يعني نمو، هو عباره عن زياده اون ذا نمبر اوف هيومنز، زياده في عدد ايه البشر على وجه ايه الارض، تمام؟ وده تعريف محدود، لان اتفقنا ممكن ادرس في اي بوبيوليشن عندي، ادرس ممكن ادرس الانيمالز، تمام؟ وممكن ادرسهم عندي في بيئات ايه مختلفه، ولكن زي ما اتفقنا احنا هنخصص وعشان نبسط الامور، تمام؟ لان المعادلات اللي هتطبق على الهيومنز هي هتطبق على الانيمالز باختلافات ايه بسيطه. يبقى لما نيجي نتكلم على البوبيوليشن جروس هو زياده في النمبر اوف هيومنز على وجه ايه الارض. طيب المعلومه اللي لازم تعرفها ان الهيومن هيستوري التاريخ بتاع البشري البوبيوليشن سايز او الجروس بتاعه كان ريليتيفلي ستيبل، يعني دايما كان مستقر، ما كانش في زياده قوي. يعني لو جينا بصينا على الكيرف ده بيمثل البوبيوليشن، تمام؟ جروس، وده الزمن اللي تحت ده على محور اكس ده ايه الزمن. هنلاحظ في السنين اللي فاتت ده كان الجروس تقريبا ثابت، يعني ما فيش جروس، يعني كان البوبيوليشن سايز بتاعي كان عباره عن كونستانت موجود عندي. وبعد كده حصل زياده وطفره من سنه ايه لسنه، زي ما شايفين الكيرف كده طلع لفوق اهو. طب ده ناتج عن ايه؟ قال لك والله ان الزياده ديت حصلت ايه نتيجه الاختراعات، تمام؟ بقت الفود نوعيه بتاعه الاكل بقت افضل، الميه كان الناس قبل كده كانت الميه مش فيها نسبه تلوث عاليه، ما كانتش حصل لها عمليه، تمام، تنقيه بشكل ايه كافي. برضه الميديكال كير، لو جينا قارنا الميديكال كير العنايه الطبيه في الوقت الحالي ب 200 سنه ولا 300 سنه ولا 1000 سنه، طبعا الميديكال كير في الوقت الحالي ايه بقت اعلى، فاصبح عندي هنا في زياده فعليا تستحق الدراسه، تمام؟ يعني دلوقتي كان في البدايه هنلاحظ ان ما كانش العوامل دي ما كانتش متوفره، الاختراعات والتكنولوجيا الموجوده والطعام والميه النقيه والعنايه الطبيه والسيفتي والامان ده كله ده ما كانش موجود، تمام، قبل كده. فعشان كده ايه كان تقريبا معدل الوفيات، تمام، قريب من المعدل ايه المواليد، فكان هنا عباره عن هنا الكيرف في بدايته كان جزء ايه ثابت، وبعد كده ايه مع توفر الامور دي كلها وحصل زياده عندي ايه في الكيرف. طيب انا بقى كل المحاضره بتاعت النهارده ان انا عايز ادرس ايه بقى البيبيولوشن جروس، الزياده دي إيه حصلت ليه وايه العوامل اللي بتاثر ايه بتاثر عليه. لما نيجي نتكلم ندرس البوبيوليشن جروس لازما عشان نتكلم عن موديل او نعمل موديل يوصف البوبيوليشن جروس لازما ناخد بالنا ان الموديل بتاعي ما ينفعش يكون ستاتيك. احنا لما جينا اتكلمنا في محاضره من المحاضرات عن الفرق بين انواع الموديل قلنا ممكن نقسمهم كستاتيك وديناميك. قلنا الاستاتيك ده اندبندنت اون تايم، لا يعتمد على الزمن، حاجه ما بتتغيرش بتغير ايه الزمن، ولكن الديناميك بتاعي لازم يكون ايه بياخد التايم عنصر ايه اساس. انا لما باجي ادرس البوبيوليشن جروس بدرسها لازم تكون دايناميك، لازم تعتمد على الزمن، لان النمو ده حدوثه او عدم حدوثه بيحصل بايه مع تغير ايه الزمن. فعشان كده بنقول السايز بتاع البوبيوليشن بتاع اي مجتمع از نوت ستاتيك بارامتر. معناها ايه؟ معناها ان البوبيوليشن دايما هيحافظ اللي هو بيتغير مع مين؟ مع الزمن، اللي هو لازم يكون الموديل اللي وصفه لازم يكون ايه التايم موجود عندي اساسي يكون دايناميك. طيب البوبيوليشن طبعا التغيرات في البوبيوليشن في العدد بتاعي في الجروس الموجود عندي بتعتمد على عوامل كتير. فلما نيجي نبص على العوامل الخاصه
اول حاجه الطعام. لما اجي نبص على اي مجتمع، في بعض المجتمعات فيها بعض المجاعه، تمام، فبنلاحظ ان نسبه الوفيات تمام فيها عاليه جدا مقارنه بنسبه المواليد، لان مفيش طعام، مفيش ميه نقيه بيشربوها، فنسبه الامراض بتزيد، تمام. فلما نسبه الامراض تزيد برضك نسبه الوفيات ايه تزيد. طيب لما نيجي نتكلم برضك على البروتيشن الافتراس، تمام، في بعض المجتمعات في مفترسات موجوده عندي. يعني مثلا لما نيجي نبص على الاحصائيه بنجد ان مثلا فوق في حوالي 400 الف شخص على حول العالم بيموت نتيجه لدغات الثعبان، تمام، وفي اكتر من مليون شخص في العالم بيموت نتيجه الذباب والناموس. ولو جينا بصينا ان الاسود والنمور بتفترس حوالي 400 الف واحد في السنه. فطبعا البيئه لو متوفر فيها المفترسات دي بكثافه عاليه، فبالتالي برضو ده عامل مهم جدا. ده طبعا نسبه الوفيات تمام لازم ايه تزيد. لو اختل التوازن البيئي في المجتمع ذات نفسه خلاص المفترسات هتزيد وهتبدا تهاجم البشر، وخصوصا مع ايه محدوديه الطعام ايه الموجوده عندك. وبالنسبه لنا برضو الحروب اللي بتحصل، الحروب ديت ممكن تبيد ناس بشكل ايه بشكل كبير جدا. ممكن يعني ايه دوله، يعني نيجي نبص على الحروب سواء الحروب السابقه او الحروب اللي قبل كده، هنلاحظ ان في بعض الحروب تمام مات فيها ناس بايه بالملايين، زي الحرب العالميه ايه الثانيه. برضه بنتكلم على الاتموسفير بريشر، تمام، وده مرتبط طبعا الضغط الجوي ودرجه الحراره، تمام، ده طبعا مرتبطه جدا ب طبعا درجه الحراره دي ممكن تبوظ المحاصيل. ففي المجتمع ده لما يكون مثلا درجه الحراره عاليه جدا المحاصيل هتبوظ، فبالتالي الطعام بتاعي هيبقى قليل، وبالتالي هيبقى في تسارع اكتر على ايه على الطعام. برضو اللي هو الادفيرس اللي هو الطقس السيء الموجود عندي، زي ما احنا بنشوف كده، بنشوف مثلا لما حصل في التسونامي حوالي في اندونيسيا حوالي 250 الف واحد ماتوا في ظاهره واحده نتيجه طقس ايه سيء موجود عندي. برضو نتيجه العوامل الطبيعيه زي البراكين والزلازل والامور دي كلها، دي كلها عوامل، وفي عوامل تانية كتير جدا بتاثر على البوبيوليشن تشينج او الجروث بتاع البوبيوليشن ايه شكله هيبقى عكس. لما نيجي بقى نشوف ايه بقى لما يكون عندي هابيتايت، يعني موطن او بيئه محدده اهيت، خلاص انا عايز بقى اشوف بقى ايه بقى العوامل الاساسيه اللي انا هدخلها جوه الموديلنج عشان توصف الجروس بتاع البوبيوليشن ده عامله ازاي. قال لك هم اربعه. ايه الاربعه دول؟ اول حاجه اللي هي الناتاليتي اللي هي نسبه المواليد، تمام، والحاجه الثانيه اللي هي المورتاليتي اللي هي نسبه الوفيات، وفي حاجتين زي بعض اللي هو الاميجريشن اللي هي الهجره. بس اللي هي بالاي ديت يا جماعه ده معناها اللي هي هجره بتزود الموطن تحت الدراسه، الهابيتايت اندر ستادي، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد انا البوبيوليشن او الموطن اللي انا بدرس فيه البوبيوليشن جروس في ناس بتهاجر له، يعني في ناس داخلاله، في ناس ايه يا جماعه داخلاله. اما اللي بالاي ديت يا جماعه دي معناها ان الموطن اللي انا بدرسه في ناس بتهاجر منه، يعني دي بتمثل الزياده ودي بتمثل مين يا جماعه؟ النقصان اللي عندي. يبقى ضمت الاربع عوامل الاساسيه اللي بيخشوا جوه الموديلنج، واقدر اشوف من خلالهم البوبيوليشن ايه التشنج الموجوده عندي في اي هابيتايت، في اي ايه اللي هو الناتاليتي نسبه المواليد، المورتاليتي اللي هي نسبه مين الوفيات، اللي هي الاي ميجريشن اللي هي الهجره بتاعتي للداخل، يعني حاجه بالبوزيتيف، واللي هي الايميجريشن برضو اللي هي بس هنا هجره عكسيه، بيخرج من الموطن اللي انا بدرسه وبيروح لموطن ايه تاني، ماليش دعوه بالموطن تاني، ليها دعوه بالموطن اللي بدرسه خلاص حصل فيه ايه نقصان. عشان كده لو جينا بنبص ايه اللي بيزود البوبيوليشن دينستي، كثافه السكان او كثافه المجتمع اللي انا بدرسه، هم حاجتين اللي هي الناتاليتي نسبه المواليد، وتاني حاجه اللي هي الايميجريشن ان ناس تهاجر لجيل المجتمع، فعدهم طبعا ايه هيزيد. طب مين اللي هيقللها؟ الاثنين التانيين اللي هو مين؟ المورتاليتي اللي هي نسبه الوفيات، والاميجريشن اللي هو ناس تخرج من المجتمع ايه الموجود عندنا. طيب تعال نعرف الاربع تعريفات دمت بالتفصيل. اول حاجه عندي تمام اللي هي الناتاليتي، ده بيشيل للنمبر اوف بيرث عدد المواليد في البوبيوليشن خلال فتره زمنيه. وخلي بالنا نحط خط تين تحت خلال فترة ايه زمنية، لان انا لازم قلت لازم ادرسه دايناميك، لازم التايم يكون موجود عندي خلاص. طيب اما بقى المورتاليتي
دي بتمثل النمبر بتاع الدس، عدد الوفيات في البوبيوليشن خلال فتره ايه برضك زمنيه ايه محدده. طيب اللي هي بالاي الاميجريشن اللي بالاي الهجره ديت معناها كم ان تو ذا هابيتايت، ده بيجي بيزود عندي العدد الافراد اللي جم دخلوا المجتمع اللي انا ايه بدرسه خلال فتره زمنيه ايه معينه. واللي عندي اللي هي الاميجريشن ده بقى العكس بقى يا جماعه، ده بقى النمبر اوف انديفيدوال، عدد الاشخاص او الافراد في البوبيوليشن بتاعي منهم اللي حصل لهم ليفت غادروا الهابيتايت الموطن او المجتمع اللي انا ايه بدرسه خلال فتره ايه زمنيه ايه معينه. يبقى الاربعه بارامتر دومت هم اللي هيخشوا جوه اي ايه اي موديل موجود عندي. البارامتر ديت تمام اقدر امثلها عندي بالدايجرام الموجود عندي هنا يا جماعه. البوبيوليشن دينستي كثافه بتاعت الهابيتايت اللي انا بدرسها، وها دايما هرمز لها بالرمز ان. هنلاحظ يا جماعه في اسهم داخله لها بالموجب واسهم خارجه منها بايه بالسالب. طيب اللي بالموجب ده معناه اللي هو هيزود في البوبيوليشن مين يا جماعه؟ دينستي. واللي خارج منه بالسالب ده تمام زي هنا اللي هو المورتاليتي اللي هو الدي والاميجريشن اللي هو الايه ده، ده يا جماعه ماله هيقلل في البوبيوليشن ايه دينستي. يبقى دلوقتي هنرمز ليه اللي هو الناتاليتي نسبه المواليد بالرمز بي، واللي هو الاميجريشن اللي هو الهجره قم للداخل تمام اللي هي بالموجب بالرمز اي، والاميجريشن عندي اللي هو الهجره بالسالب اللي هو بيحصل ليفت بالرمز اي، والمورتاليتي اللي هي الوفيات طبعا هتقلل في البوبيوليشن دينستي فهتاخد اشاره ايه سالبه. فقال لك احنا ممكن هنا نطلع معادله من الشكل ده، معادله بسيطه جدا توصف النمو بتاعي او البوبيوليشن جروس عند اي لحظه زمنيه انا ايه عايزها. ازاي؟ لو جينا بصينا كده ادي الرسمه اهي الموجوده عندي. طيب قال لك يا جماعه البوبيوليشن دينستي بتاعتي اللي هي ان، ان ده هي البوبيوليشن دينستي از تايم في الوقت الحالي خلاص. طب انا عايز اعرف بقى البوبيوليشن دينستي بتاعتي بعد زمن مثلا بدل عند تي، عايز اعرفها عند تي زائد واحد خلاص. يبقى عايز اعرف الدينستي بتاعتي عند تايم تي زائد ايه واحد. قال لك هو عباره عن ايه بقى؟ البوبيوليشن دينستي عند تايم تي زائد واحد بيساوي البوبيوليشن دينستي عند الوقت الحالي از تايم تي تمام. طب زائد ايه بقى؟ عندي زائد البارامتر اللي بتزود البوبيوليشن دينستي زي مين؟ زي الميثاليتي معدل المواليد، ومين كمان؟ اللي هو الاميجريشن الهجره الايه؟ للداخل، الحاجات اللي بالموجب، ناقص الحاجات اللي بتنقص البوبيوليشن ايه؟ دينستي عندي زي مين؟ زي الدي اللي هي المورتاليتي اللي هي عدد الوفيات، والاميجريشن اللي هي عدد الناس اللي بتغادر الهابيتايت الموجود عندي. يبقى ده ابسط معادله ممكن اقدر اعرف البوبيوليشن دينستي عندي اي وقت انا عايزه. انا دلوقتي في سنه 2024 عايز اعرف عند 2025 يبقى هنا الزمن بتاعي، اقول له ده تي زائد 1، 24 زائد 1 كام؟ 25، واقدر اشوف الوفيات والمواليد والحاجات ايه دي كلها. فدي معادله بسيطه جدا بس لسه ما دخلناش على الموديل الموجود عندي. يبقى لو جينا بصينا على المعادله اللي موجوده عندي هنا هنلاحظ ان البوبيوليشن دينستي تمام هيزيد امتى؟ لما يكون الترم ده اكبر من الترم ده. يعني ايه؟ النمبر بتاع البرس عدد المواليد والناس اللي بتهاجر داخل البوبيوليشن بتاعي تمام اكبر از مور ذان النمبر بتاع الوفيات والناس اللي بتغادر ايه المجتمع او البوبيوليشن ايه اللي موجود ايه الموجود عندي. طيب عشان بقى ندرس نروح بقى للمودلز بقى، عشان ندرس الجروس موديل اشهر تو مودلز موجودين في العالم بيدرسوا البوبيوليشن جروس هما اتنين. ايه هما؟ هما الاكسبوننشال جروس واللوجيستيك ايه جروس. دومت اللي يقدر من خلالهم نوصف النمو ايه الموجودين عندي، وده اللي هتكلم فيه في الجزء الثاني من المحاضرة ان شاء الله.